تميزت بلدية دبي في تنفيذ هذا المشروع التي تم تحويله من مكب نفايات صلبة إلى وجهة سياحية ترفيهية تثقيفية. تتكون المشروع من عدة قرى، نبدأ فيها بالقرية الإفريقية ومن بعدها قرية المستكشف والقرية الأسيوية وجولة صحراء سفاري العربية وجولة سفاري. تم تنفيذ مشروع دبي سفاري بارك على مساحة 119 هكتار، عدد الحيوانات ما يقارب موطن ل3000 حيوان، والنباتات اللي انزرعت جزء من النباتات محلية والجزء الثاني جايبينها من برا، تقريبا ما يقابل أيضا 3000 نوع من النباتات.